السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اعزائي الكرام، واللي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك سنلقي نظرة على يعني القرعة النهائية لنهائيات مونديال قطر سنة 2022. عندنا مجموعات كانت نارية، وطبعا بعض المنتخبات راح يكون عندها عبور سهل الى الادوار القادمة، راح نلقي نظرة عليها ونقيمها، وكذلك اعزائي الكرام راح نشارك معكم الفضيحة التي تلقاها سامويل إيتو اليوم، الذي كان سببا في مهزلة يعني الخاصة بالمنتخب الجزائري والكاميروني، تم فضحه في القاعة الخاصة بهذه القرعة هنالك بقطر. كل التفاصيل راح نتعرف عليها ان شاء الله في هذا الفيديو، فاذا كنتم تشاهدون للمرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام بدون اطالة، كانت هذه هي نتائج القرعة النهائية لنهائيات مونديال قطر سنة 2022. طبعا نبداو ب يعني المجموعة الف او الجروب كما تشاهدون فيه قطر حاجة باينة هي المنظمة لهذه البطولة، وطبعا ستكون مباراة افتتاحية خاصة بها يعني الأولى. بالنسبة للجروب A كما قلنا فيها يعني كل من قطر، إكوادور، سنغال وكذلك نيذرلاند. نتوقع أعزائي الكرام من سيصعد في هذه يعني المجموعة، نتوقع فقط منتخبين لكي يصعد إلى الدور القادم. نتوقع الإكوادور ونيذرلاند، مع كل التوفيق للمنتخب القطري، وإن شاء الله يعني فاجئنا في هذه المباراة، وكل التوفيق جميعا للمنتخبات العربية. بالنسبة للمجموعة B أو الجروب B، يعني فيه صراحة منتخبين كما نقول أعزائي الكرام بيناتهم شرارة كبيرة، منتخب إنجلترا مع المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هنالك إيران في انتظار أعزائي الكرام معرفة المنتخب الرابع، لأنه مازال عنده مباراة فاصلة. فنتوقع أعزائي الكرام باللي أنه كل من إنجلترا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أو ممكن يعني المنتخب الذي سيأتي بعدهم يعني في هذه الخانة الظاهرة أمامكم مازال ما عرفناش، ولكن انجلترا راح تتأهل من هذه المجموعة في انتظار معرفة المنتخب الآخر الذي سيكون في هذه المجموعة. بالنسبة للجروب سي فيه الأرجنتين، كذلك السعودية، نتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي، وكذلك المكسيك وبولندا. ومع كل احتراماتي للمنتخب السعودي واللي متمنيه يوصل لمرحلة بعيدة، إلا أن التوقعات تقول بلي أنه الأرجنتين والمكسيك هم اللي راح يكونوا يعني في الدور القادم حسب توقعاتي، وطبعا تبقى هذه فقط توقعات. بالنسبة للجروب دي طبعا فيه فرنسا في انتظار المنتخب الثاني، كذلك الدنمارك ومنتخب تونس. طبعا من سيتأهل حاجة بين فرنسا وأيضا الدنمارك في انتظار كما قلنا معرفة الاسم الآخر. بالنسبة للمجموعة فيها إسبانيا وأيضا ألمانيا واليابان في انتظار أيضا معرفة المنتخب الرابع. على كل حال على الورق مرشح كل من إسبانيا وألمانيا به يتأهلوا إلى الدور القادم، فكل التوفيق للمنتخبات كما قلنا العربية، ولكن في هذه المجموعة المجموعة يعني متوقعين باللي أن إسبانيا وألمانيا راح يتأهلوا. بالنسبة للمجموعة F فيها بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا. حسب التوقعات عدنا أعزائي الكرام كرواتيا راح تتأهل، وكذلك منتخب بلجيكا هو أيضا راح يتأهل إلى الدور القادم. نأتي الآن إلى المجموعة اللي كان من الممكن ومن المفروض أن المنتخب الجزائري يكون فيها يا جماعة، ألا وهي يعني المجموعة جي كما تشاهدون، فيها البرازيل، صربيا، وكذلك سويسرا والكاميرون، الذي بكل الوسائل أعزائي الكرام استطاع أن يذبح المنتخب الجزائري هنا في ملعب مصطفى تشاكر. سرقوا المكان نتاعنا، ولكن احنا ما نتمنولهمش التوفيق في هذه المباراة. على كل حال المنتخبات اللي راح تتأهل راها باينة، البرازيل أعزائي الكرام وصربيا، أما بالنسبة للمنتخب الكاميرون راح يخرج من الدور الأول، هذا يعني أكثر من شيء رسمي حسب رأيي الشخصي. ما نتوقعش كامل الكاميرون راح تتأهل على يد البرازيل عزيزي الكريم، ويا ريت المنتخب الجزائري كان في هذه المجموعة، لكنا شفنا مباراة قوية بين المنتخب الجزائري والمنتخب البرازيلي. على كل حال خيرها في غيرها إن شاء الله. أما بالنسبة للمجموعة الأخيرة والموالية هي مجموعة والجروب كما تشاهدون، عندنا البرتغال، غانا، أوروغواي، وكذلك عندنا كوريا. فالتوقعات تقول عزيزي الكرام المتأهلين على الورق عندنا البرتغال وكذلك الأوروغواي. فما هي آراءكم في صندوق التعليقات؟ خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، من تتوقعون الذي سيتأهل من كل مجموعة؟ وكيف رأيتم هذه المجموعات؟ بالنسبة لي يعني مجموعات نوعا ما متوازنة إلى حد كبير، ما كانش مجموعة الموت هنا إلا في إسبانيا وأيضا ألمانيا، يعني ممكن أنه راح تكون صعوبة بشكل كبير جدا. فاحنا نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية التي راح تمثل العرب في هذه يعني الطبعة، طبعة قطر إن شاء الله سنة 2022، وإن شاء الله نشوفوا بطولة ناجحة. ولكن بعد خروج المنتخب الجزائري
خبرونا انتم ايضا في صندوق التعليقات من ستشجعون، لان المنتخب الجزائري ما تاهلش وذلك بسرقه القرن من يعني الكاف ومن قسمه. بالنسبه لسامور ايتو، قلنا لكم في بدايه الفيديو انه كانت هنالك فضيحه صراحه صارت حدثت في القاعه الخاصه بالقرعه، الا وهو جزائري. شوف انا ما نعرفش هذا الجزائري، ولكن شاهدت الفيديو تاعو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبغيت نشكره من هذا الفيديو، شكرا لانك وصلت ما كان يريد الجمهور الجزائري ان يوصله لسامور ايتو. طبعا قبل او بعد القرعه ما راناش عارفين، ولكن هذا الشاب الجزائري الظاهر امامكم، اسف لانه الصوره مش واضحه مليح، ولكن هذا الشاب الجزائري واللي نحييه من هذا الفيديو ونشكره بطبيعه الحال للجميع قالها باللي انه الكاميرونيون اشتروا الحكم، اشتروا المباراه وغشوا، يعني قال باللي انهم سراقين قدروا يسرقوا المكان نتاعهم هنا في يعني قطر، في مونديال قطر سنه 2022. وطبعا كانت سرقة القرن في ملعبنا للأسف الشديد، ملعب مصطفى تشاكير. وطبعا سامول إيتو تجاهل كل هذا الكلام، بغش يرد عليه، وكان هنالك الأمن أو بعض الناس كانوا هنالك في تلك القاعة بدأوا يتكلموا مع الشخص هذا الجزائري واللي نحييه كما قلنا مرارا وتكرارا. وطبعا قال لي أنا راني ندافع على بلادي، وصراحة وصل الكلام اللي كامل الجزائريين كانوا باغيين يوصلوه لسامول إيتو ويفضحوه أمام الناس. شريتوا الحكم، الحكم مشري، لو كان الحكم مش مشري أعزائي الكرام على الاقل على الاقل يختازوش خطأين، ما يعطيناش يعني هدفين محققين، ولكن باه تخطا خمس اخطاء كانت ناتجه عن ضربات جزاء حرمتنا منهم وسجلنا هدفين شرعيين حرمتنا منهم، هذه امبوسيبل تقول لي باللي انه هذه صدف، بل كان الحكم منحاز للمنتخب الكاميروني، وباه كان منحاز للمنتخب الكاميروني حاجه بينت دشكاره كبيره نتاع دراهم، ولكن اعزائي الكرام للاسف الشديد يعني ما قدرنا واش نديلو. في نهايه المطاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم كي كان يطالب بالحق نتاعو لدى الفيفا وفي يعني القضية الخاصة بالفيفا، قالوا باللي احنا احتجينا فقط على الحكم وليس على الكولسة. فكيفاش هما شافوا هاد المباراة انا ما فهمتش. قريب بعض الناس بعض الجهات كانوا قريب يوصلوا يقولوا باللي انه قرارات قسامة كانت عادلة وحقيقية. عندنا حكام من المانيا اكدوا قائلين باللي انه حدثت مجزرة هنا في ملعب مصطفى تشاكر، ولا واحد كان يقول باللي انه اخطاء تحكيمية مقبولة، بل الحكم كان باين رسميا مشري. وطبعا عندنا دليل قاطع يا جماعة، دليل قاطع قادر تحطه في الطاولة نتاع الفيفا، يعني قادر يعطيو الحق للمنتخب الجزائري. علاش راني نقول هذا الكلام؟ حاليا طفروا كل شيء، ولكن لو كان الاتحاد الجزائري عمل بذكاء غير شويه كنا ممكن اعزائي الكرام ناخذوا مكانه الكاميرون وحنا نتاهلوا في مكانه الكاميرون، لانه المنتخب الجزائري كان هو من الافضل ومن المستحسن شرعيا انه يكون في هذه القرعه الخاصه بمونديال قطر سنه 2022 ويقابل البرازيل وكذلك صربيا وحتى سويسرا، ولكن للاسف الشديد. طبعا سهله مهله، روحوا رجعوا لتقنيه الفيديو وخرجوا المقطع الصوتي الخاص بتقنية الفيديو الخاص بالهدف الأول، أسيدي شوفوا لنا غير الهدف الأول اللي سجلته منتخب يعني الكاميرون، ذلك الهدف يعني حكام ألمانيين قالوا باللي أنه هذاك الهدف ما رجعوش حتى لتقنية الفيديو، أو أن تقنية الفيديو كانت متطلبة وقت بعد تعلن عن النتيجة، ولكن قسمة ما قررش يسمع لهم ديريكت تحتسب هدف. لو كان جابوا المقطع الصوتي هذاك عزيزي الكريم ممكن أنه راح نكونوا في مكان يعني الكاميرون في هذه القرعة، ولكن لا حياة لمن تنادي. نتمنى في قادم الأيام نسمعوا بخبر مفرح جدا، هو أنه في الاتحاد الجزائري لكرة القدم راح يحكمها يعني واحد ذو كفاءة يعرف خبايا إفريقيا، ما تجيبوناش واحد يعني ما يعرفش خبايا إفريقيا وتحطوه يعني في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خصنا رجل كفو جدا يعرف العمل نتاعو، يعرف افريقيا، حافظ افريقيا بحذافيرها، بعد نقدروا نقولوا رانا راجعين. ولكن اذا كان رئيس الاتحاد الجزائري الجديد اللي راح يجيبوه واللي راح ينتخبوه يعني والو غير ما تستناش عزيزي الكريم، لانه راكم شفتوا المهزله، راح بدل هذيك المهزله نشوفوا مهازل اخرى هنا في ملعب مصطفى تشاكر. لانه وصلنا لواحد المرحله وين الحكام غرباء يجوا لبلادنا ويغشوا، يعني لو كان عاقبناهم ولا درنا حاجه عزيزي الكريم راكم عارفين واش راني المعني، لو كان درنا حوايج عزيزي الكرام يوليو الحكام يخافوا من الجزائر، يخافوا حتى يدخلوا للجزائر. ولكن حاليا اي حكم يقول له اختارني لك المباراه للجزائر يعني روح فرحان ويعني يدير ما في رايه ويرجع عادي للمنزل نتاعو سالم مسالم نورمال، وكان شيئا لم يحدث، بالرغم من انه يعطي العديد من البطاقات الحمراء للمنتخب الجزائري. ياك ما كانش تحرك، ما شفنا ولا تحرك عزيزي الكريم. على كل حال الحاجه اللي عجبتني في هذه القرعه هو انه المنتخب الكاميروني ما راحش يتاهل الى الدور القادم، نظرا نسبه للمنتخبات القويه اللي كانت معاهم في هذا يعني القرعه والمجموعه، وخاصه انه سامور ايتو تم فضحه من هذا الشاب الجزائري واللي قدم
نقدم له تحيه، واذا تعرفوه اكتبوا لنا الاسم تاعو في صندوق التعليقات، انا ندير معاه فيديو ان شاء الله في قادم الساعات ونشكره امام الجميع. وطبعا كان هذا الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون هذا الفيديو قد نال اعجابكم. وطبعا زي الكلام علاش راني نقول هذا الكلام، وراني نقول باللي انه هذا المبرر اللي شاركته معاكم باللي انه ذلك المقطع الصوتي قادر، يعني كان قادر، مش قادر اليوم لانه من المستحيل حاليا، كان قادر يحطه في الملف نتاع الفاف باه يطعنوا به، كان قادر على زي الكلام، لانه ارسن فينجر مطور كرة القدم اللي خدام حاليا في الفيفا قال باللي انه اذا كاين يعني دليل ملموس وخطأ تقني يعودوا المباراة. أرسن فينجر قالها وخدام مع الفيفا، وقالوا نخليهم من بعد اللجنة المختصة هي اللي راح تحقق في هذا الموضوع. ولكن حسب ما سمعنا مؤخرا الملف الخاص بالاتحاد الجزائري كان ناقص بزاف، فلهذا ما قدروش، يعني ما قدروا يفعلوا ولا شيء صراحة. الفيفا ديجا ما سمعتش كامل بينا. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.